واحد بيقول زوجتي يا سيدنا ينطبق عليها بيت الشعر اللي بيقول لبسك وقيافتك من خيري ووجهتك ليك بس الغير. يا ريت السيدات يهتموا بنفسهم جوه البيت، مش في البيت تهمل نفسها والراجل يشوفها في أسوأ مناظرها وما تتجملش غير لما تخرج بره. احتفظوا بأناقتكم وجمالكم جوه البيت، لأن لو الراجل ما لقاش ما يعجبه جوه البيت جايز عينه تزوف بره. بتعرفين من الرجال دول ربنا يستر. الراجل بيقول علاوة لأنها نكدية، يبقى لا أناقة في البيت ولا هداوة. لا لا لا، صلحي حالك عشان تقدري تمري في حياتك الزوجية من غير مشاكل.